السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. احنا النهاردة تالت يوم في الفيوم، ولكن النهاردة رحنا أرض مخصوصة للحياة القرعاء اللي هي سلاسل فيبرا. الأرض دي مش متواجد فيها غير الحياة القرعاء والأرقم الصحراوي، لأن الأرض دي في مكان بعيد جدا عن الأماكن اللي احنا بنصطاد منها الحياة المقرنة، يعني تقريبا بينها وبين المكان التاني ما يقارب تقريبا 60 كيلو. فالأرض دي أرض رمل ناعمة جدا، ودي البيئة اللي بتعيش فيها الحية القرعاء. فاحنا النهارده نازلين على الحية القرعاء، وباذن الله في اي حاجه هتظهر معانا هنصورها لحضراتكم. وطبعا معايا النهارده اخويا ربيع، ومعايا اخويا مصطفى، ومعايا احمد حبيبنا اللي ما شاء الله عليه يعني من امر الصيادين رغم صغر سنه، وطبعا معانا محمد ورا الكاميرا، فربنا يبارك فيهم جميعا. فدعواتكم معانا ان ربنا يسترها معانا، وتابعوا معانا ان شاء الله. بصوا يا جماعه، ادي اول اثر حيه معانا هنا. طبعا حيه قرعاء ولكن صغيره. هنا طبعا هي ما مشيتش مسافة كبير، وادي الحية هنا. ده طبعا ديت عمرها ممكن يكون يعني ما بين شهر شهر ونص، يعني مولودة السنة دي. واحنا طبعا بنقول حية مولودة، لان الحيات القرعاء بتضع صغارها على هيئة ولادة، يعني ما بتضعش الصغار على هيئة بيض، بل ان هي بتعمل عملية تحضين داخل الجسد للبيض، وبعد كده بيخرج على هيئة ولادة. فدي اول حاجة معانا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا بحاول ان هي تطلع بره، وطبعا دي بمجرد ما بتشعر بالخطر تدفن نفسها في الرمل على طول مباشرة. زي ما حضراتكم شايفين كده، دي عملية دفن نفسها في الرمال، بتدفن الجسد بالكامل اول حاجة، واخر حاجة خالص تيجي سحبة دماغها مرة واحدة وتيجي دفن نفسها بالكامل في الرمل. هنا تبدأ بديلها وبعد كده تكمل لحد جسمها. هي هنا طبعا ما كملتش، حاسة ان في شيء، يعني ايه، ان هي ممكن تهرب او كده. طبعا هي كده ما دفنتش نفسها بالكامل، ولكن احنا عشان ما نضيعش وقت هنحطها دلوقتي في البرطمان عشان برضو نشوف غيرها. فدي اول حاجة معانا النهاردة. طبعا الحيه دي يا جماعه من الحيات القزمه اصلا، اللي هي ما بتكبرش، يعني حتى الكبيره بتاعتها اقصى طول الانثى ممكن تصل 50 سنتي زي العينه اللي عندنا في البيت، والذكر ممكن يصل ل 45 سنتي. احنا عندنا عينه 44 سنتي، فالانواع دي انواع قزمه ما بتكبرش عن ال 50 سنتي. فاحنا مكملين مع بعض ان شاء الله. احمد ومحمد ندوا علينا قالوا لنا ان في حي عندهم، احنا كنا ماشيين مسابقينهم قدام، وقالوا ان في واحده هنا، فاحنا رجعنا لهم تاني. عندك الحيه رقم 2 برضه حيه مولودة السنة دي. الصوت طبعا ده صوت بيطلع من الحراشف بتاعتها، احتكاك الحراشف ببعضها بيعمل الصوت ده، بيبقى اسمه صوت الكشيش. بعد كده لما تحس بقى بالقلق تيجي دافنة نفسها في الرمل عشان ان هي تتوارى عن الانظار. فاحنا نحاول نخليها ان هي تدفن نفسها، بس طبعا طالما هي بتهاجم كده ما بتفكرش في الدفن ده غير بعد ما تحس ان خلاص ما بقاش فيه اي مفر، فتبدأ ان هي تدفن نفسها. طبعا ده هنا ذكر، لان الذكر بيبقى لون الديل بيبقى بنفس لون الجسد، والانثى بيبقى لون الذيل باللون الاسود. فدي هنا معانا تاني واحدة، ومكملين ان شاء الله مع بعض. هات البرطمان. كده 2 ده هنا كده اثر الديابة. ديابة كبيرة برضه.
بصوا يا جماعه، الممر ده ممر ديابه، ممر عرضه تقريبا حوالي متر وشويه للديابه بس، رجول ديابه بالالاف، كل دي رجول ديابه، كل دي رجول ديابه. طبعا ممر مطول قدام زي ما حضراتكم شايفين كده، واضح كده الممر هنا حاجه ترعب والله. عاملين طريق زي العجل بتاع العربيه مع فرق العرض. بصوا يا جماعه، الحي رقم 3 ماشينا وراها تقريبا ما يقارب حوالي 300 متر، وطبعا حية ضخمة جدا، حية رقم 3، ولكن دي طبعا غير الاثنين الاولانيين خالص. نطلعها برا. نطلعها برا. خلي بالك، خلي بالك. حي القرعاء رقم 3، طبعا سريعة جدا في الحركة. امسك كده احمد، امسك كده. بص تجري جري يا جدع. بص 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 والله، بص بتطير طير يا جماعة. الحي رقم 3 طبعا ده ذكر، وعلى فكرة وكل ده ذكر، لأن اللون بتاع الديل نفس لون الجسد، وده طبعا بيعتبر من أضخم العينات برضو الذكور. طبعا ممنوع يا جماعة أي حد يقلد أي حاجة من اللي احنا بنعملها دي نهائيا. هي طبعا بتحاول ان هي تبرم عشان تخاطر تعض من الجنب، ولكن احنا بس عايزين نوريكو الانياب بتاعتها وقوة الانياب بتاعتها. طبعا هي بهدلت نفسها في الرمل، كل اللي نازل ده سم هي بتحاول ان هي تلدغه. طبعا دي هنا اهي، ادي ناب اهو زي ما حضراتكم شايفين، الناحية التانية ناب. طبعا هي كل الرمل ده مش هيبين معانا الانياب. اهي دي كده الانياب اهي. طبعا ذكر طوله تقريبا داخل على ال 40 سم يا مصطفى، خلي بالك يعني حوالي 35 سم. مكملين مع بعض ان شاء الله. دي كده يا جماعه رقم 3، هنا اتنين صغيرين فأس، وده اول حاجه كبيره. ذكر طبعا كبير وواكل، فعشان كده حجمه كبير جدا عن التانيين. مكملين مع بعض ان شاء الله.